السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في درس جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا ما يسمى بالباس بيرفكت. غادي نشوفوا كذلك كيفاش يتكون الصيغة ديالو وشنو هي دواعي الاستعمال فوقاش نستعمله. إذا غادي نشوفوا دابا كيفاش نستعملوه. The form. So this is the form. هادي الصيغة ديالو. I, you, he, she, it, we, they. زائد had. We have the negative form. Had not ولا hadn't. زائد مثلا بال past participle. مثلا lived, prepared, sent, finished. La question. إذن قبل ما ندوز la question نظن واضح the form. Then the subject. I, you, we. They, he, she, it. زائد had. زائد بال past participle. The negative form, نف. هادي نزيدو ديك not, had not. ولا the short form, hadn't. بالنسبة لا question, نفس الشيء كما درنا مع ال present perfect, هادي نديرو مع ال past perfect. إذن تكون l'inversion. هادي نقلبو ال subject مع had. Had I, you, he, she, it, we, they, finished, sent, learned, written. إذن had زائد ال subject, الفاعل, زائد الباست بارتيسيبل. اذا بكل بساطه كانت هذه الطريقه ديال الاستعمال ديال الباست بيرفكت. ودابا غادي نشوفوا فوقاش نستعملوا الباست بيرفكت. اذا اخواني اخواتي المشاهدين، غادي دابا نشوفوا دواعي الاستعمال، يعني فوقاش غادي نستعملوا الباست بيرفكت. غادي نشوفوا ان شاء الله هذه الامثله. I had finished my homework before my father arrived home. المثال الثاني. When the film started, I had finished my homework. والمثال الثالث. My mother left home after she had done the housework. إذني إذا لاحظتوا مع إخواني في هذه الأمثلة ثلاثة، استعملنا ما يسمى بالسيجنالز، واحد العلامات اللي هذه تبين الاستعمال ديال past perfect، اللي هما before, when, before يعني قبل. When عندما after بعد. إذن هادي نلاحظوا باللي أن في الأمثلة ثلاثة عندنا زوج ديال الأحداث وقع. زوج ديال الأحداث وقع. Finished and arrived. إذن كان واحد الحدث، واحد الفعل ديال إنهاء finish يعني. والحدث الثاني اللي هو ولا الفعل الثاني اللي هو الوصول ديال الأبجد. إذن عودة المثال التالي. When the film started, I had finished. إذا الفيلم بدأ، أنا كنت كملت. My mother left after she had done the housework. إذن لاحظوا في الأمثلة ثلاثة بلي عندنا جوج ديال الأحداث ولا جوج ديال الأفعال. فعل ولا حدث وقع قبل الحدث الثاني في الماضي. وبكل بساطة هذه هي الحالة فين غادي نستعملوا الباست بيرفكت. جوج ديال الأفعال. I had finished my homework. دي وحدة. My father came home. ولا arrived home. شكون اللي وقع الأول؟ طبيعة الحال إنهاء الواجب المنزلي. كملت الواجب المنزلي ديالي. موراها عاد جا الوالد ديالي، عاد وصل الوالد ديالي. إذا واحد الفعل وقع قبل آخر في الماضي. نفس الشيء بالنسبة للمثال الثاني. When the film started، هذا هو الفعل أو الحدث الأول. I had finished my homework. إذا شكون اللي وقع الأول؟ طبيعة الحال إنهاء الواجب المنزلي. كملت الواجب المنزلي ملي بدا الفيلم، انا كنت كملت الواجب المنزلي ديالي. يعني الحدث الاول اللي صرا هو انهاء الواجب، وفي موراها بدا الفيلم. الحالة الثالثة او المثال الثالث. My mother left home. Left home. إذن هذا الحدث الاول. الحدث الثاني هو she had
دان شيها دان هاوسو. شكون هادي يجي في الترتيب الاول؟ بطبيعه الحال هو الانجاز ولا القيام باشغال البيت. My mother had done the housework. After that she left home. ايوا شنو after the نافروس؟ نقدروا نبداو بها بالمناسبه، نقدروا نقولوا after she had done the housework my mother left home. حتى هذا حتى هذه امكانيه. هنايا وشنو هذه النبه ولا انتبهوا لواحد المساله مهمه جدا، وانا شخصيا صراحه ديما كنقولها للتلاميذ، لان الاغلبيه ديال التلاميذ ما كيعطوا ولا ديال الناس اون جينيرال ما كيعطوش اهميه لهذه المساله هذه، الا وهي مساله علامه التقييم بانكتواش ماركس، استعمال النقطه والفاصله. من هذه نبداو بوين ولا افتر؟ اذا ضروري خصنا نستعملوا الفاصله. When the film started الفاصله I had finished my homework. بما نقدروا نقولوا I had finished my homework when the film started. هذه الحاله ما غاديش نستعملوا الفاصله. نفس الشيء بالنسبه للمثال الثالث My mother left home after she had done the housework. اذا كنلاحظوا ما كاينش شي فاصله، ولكن اذا بدينا بالحدث الاول after she had done the housework فاصلة my mother left home نقطة. إذا إخواني أخواتي نتمنى تكونوا استفدتم هذه الحصة، ومجددا إذا كاين أي استفسار أي سؤال أي حاجة ما بيناش ولا شي غموض يمكنكم تخليوا التعليقات ديالكم، التساؤلات مرحبا بالجميع في المكان المخصص للتعليقات ديالكم، وشكرا لكم على المتابعة، ونلقاكم في حصة جديدة أخرى إن شاء الله بحول الله، وحد سعيد لجميع المقبلين على امتحانات البكالوريا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.